المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. السلام على الرسول والأنبياء المصالح كلهم مكرمون. Blessings. Before I begin, I will give it over to Suhaib to read some verses from Surah Al-A'raf. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. And today we'll be talking about the lives of our beloved prophets, Prophet Isa alayhi wa salam and Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa salam. We'll be taking a dive into some of the aspects of these prophets' lives.